عنديش تعليق في حاجة زي دي بصراحة، يعني مش بتاعتي خالص. في النكسة كانت أم كلثوم بتغني وعبد الحليم حافظ كان بيغني، في حروب الاستنزاف كانت الناس بتعمل أفلام وبتتكلم عنها. عايشين طبعا حالة صعبة نفسيا كلنا، موضوع فلسطين طبعا. شايف القضية ازاي؟ شايف الشغل جنب القضية ازاي؟ فعاليات كتير وقفت في مصر، فنية، مهرجانات كبيرة مهمة وقفت، على النقيض في أماكن وبلاد تانية كملت مهرجاناتها، ما بين ده وده انت فين من الفكرة؟ بص، انت كان في، ممكن تقول مثلا في النكسة كانت أم كلثوم بتغني وعبد الحليم حافظ كان بيغني، في حروب الاستنزاف كانت الناس بتعمل أفلام وبتتكلم عنها، وعادي برضو الناس كانت بتعيش الأمور الطبيعية جدا، والفن مرتبط بالأحداث السياسية في الأول وفي الآخر اللي بتحصل حوالينا كلها، والفن أداة مهمة جدا للمجتمع، خطاب مهم جدا في الشارع وخطاب مهم للمواطن. فالأحداث طبعا أكيد هي الأحداث صعبة وكل الناس متأثرة بيها، وإحنا نفسنا في المسلسل كنا متأثرين بيها بشكل كبير. وفي الأول خالص كان كلنا يعني عملنا المسلسل بس محدش كان قادر ينزل حاجة أو كده أو يتفاعل، إحنا عملنا مسلسل درامي محترم الناس تتفرج عليه، أكيد الناس اتأثرت، والواحد بيشوف إن الأحداث دي كلها مرهقة لكل مواطن بيتفرج عليها. فكرة إنك تفتح بس التليفون أو التلفزيون وتبص تشوف المنظر اللي بتشوفه ده أكيد حاجة تحزن، لكن في الأول في الآخر هي الحياة بتكمل، وأكيد يعني في تبقى يعني خير يجي من عند ربنا وتعدي المحنة دي بشكل كبير. يعني كل وجهات النظر صح، سواء سلام أو بيومي أو غيرهم؟ يعني عنديش تعليق في حاجة زي دي بصراحة، يعني مش بتاعتي خالص. تمام، بس طب أنت نفسيا ممكن توصل لمرحلة أنك أنا مش قادر أشتغل، أو لا أنا هشتغل مهما كانت الظروف؟ أنا برا الموضوع ده خالص، أنا بربط الشغل بشغلي، ما بربطوش بأي حاجة تانية. في الأول وفي الآخر أنا راجل ممثل، دوري إن أنا أدي دور بيجيلي أو مسلسل بعمله، لكن مش موضع تقييم لحد ومش موضع تقييم للأحداث اللي بره. فكرة إن أنا أتأثر بيها أو أحزن وأنا بتفرج عليها ده حاجة شخصية لي أنا، مش مرتبطة بالشغل أو الجمهور أو الحاجات دي خالص. حلو. رمضان اللي جاي فيه محمد سامي، فكلمنا كده عن الموضوع، و يعني ما شاء الله خلصت يعني. الحمد لله. فقول لنا بقى المسلسل. لا احرق المسلسل على طول يعني. استنى وجع قلبنا ونتفرج. محمد سامي يقول لك للمخرج محمد سامي اللي يوقع قلبنا. انت عايز احرق لك المسلسل؟ كله يلا. هو نعمل افوكاتو، انا احرقه لك بجد. نعمل افوكاتو بطولة النجمة مي عمر والنجمة احمد زاهر ومجموعة كتير من النجوم واخراج استاذ محمد سامي. بس انا حرقته لك والله. حرقتهولك والله. والله كويس. طب انت مبدئيا دورك ايه؟ لا انا دوري باذن الله يبقى دور مميز يعني. الله كلمه. وانا مش هقدر اقول اي حاجه بصراحه في المسلسل، لان ما حدش بيصرح فيه خالص، وانا ما مش من حقي ان انا اصرح في اي حاجه جوه المسلسل. انا مش عايز تفاصيل بس. لكن انت شرير طيب؟ لا شخصيه الناس هتحبها، وهو شخص جدع جدا وطيب ورجوله يعني، ده اللي اقدر اقوله لك. طيب يعني بتشوف النوع ده من الشخصيات ممكن يسيب علامة مع الناس، ولا لما تطلع شرير كده وقاتل هو ده اللي يسيب علامة؟ لا خلص ما فيش. بص، ما انت ممكن كنت بتعمل جزيرة غمام والناس متعاطفة مع الشخصية دي والناس تفاعلت معها بشكل قوي، وفي نفس الوقت الناس كانت متضايقة منك في الشيخ عبد العظيم في فاتن أمل حربي. يعني هو دي تركيبة ودي تركيبة، لكن النهاردة انت بتعرض دي قماشة تمثيل، انك انت كممثل بتعرف تعمل ده وهتعرف تعمل ده. ما بيربطنيش فكرة الناس هتحب ايه او ما تحبش ايه، على قد ما يربطني فكرة ان انا اقدم نفسي دايما بشكل مختلف للجمهور. نجوم كتير كانوا بيعملوا مسلسلات او افلام عكس الشخصيات عكس بعض، يعني ما حدش كان ماسك طريقة تمثيل واحدة او شخصية واحدة بيشتغل عليها، لكن الممثل في الاول وفي الاخر مطالب منه ان يتنوع ويتعدد ويبقى عنده هنا. بالعكس، انت بتكتشف فيك حاجات جديدة وبتكتشف فيك تفاصيل انت ممكن ما كنتش تعرفها. يعني شخصية زي وليد أنا كانت بالنسبة لي جديدة عليا، الشيخ عبد العظيم كان جديد عليا، فلا بستمتع بأن تبقى حاجة مختلفة عن حاجة. لكن فكرة الناس هتحب إيه، في الأول وفي الآخر أنت تعمل شغلك وتجتهد فيه وتصدقه والناس بإذن الله تبقى مقتنعة. يعني دايما محمد سامي يعمل صراع كده وأزمة وحد لازم ينتقم من حد، قصة كده. فإحنا برضو بنلعب في التيمة دي ك
في نعمة الافوكاتو يعني برضو نفس التيمة زي ما شفنا في جعفر العمدة برضو اللي هو ابنه ضاع فلازم ينتقم من حد واتسجن وعمل، ولا دي تيمة محمد رمضان بس؟ لا هنشوف بقى في رمضان 2024 هتعرف التيمة ايه. ما تقلقش ما تقلقش. متعب. بص هيموت عمال يلف له ويدور في حته فهمتني. هو عمال يلف والله بيلف ويدور كتير. انا اصلا عارف. لا 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 اتفرج عليه وهيعجبك ان شاء الله باذن الله. من ان انت تعجبني ده ده شرف ليا يا عم عاشور. عايز اقول لك نورتني ربنا يخليك. حاضر حاضر والله. ما انا هاخدها لوحدها. تعالى ماشي يلا نعمل بقى جزء.